7300 كانوا نزلوا مشترك 7299 هالحاله هذه اللي انا عايشينها يا ربي وش هالحاله هذه. زين تعال اقول لك ليش لغيت الاشتراك. السلام عليكم شباب، ان شاء الله كل خير، رجعتكم فيديو جديد وياكم دودي. طبعا هذا كل فيديو انا اطلع اقول اسف على السحبه، اوكي يا شباب طبعا اسف على السحبه. مثل ما تعرفون يعني مو بيدي، شوف انتقلت لمكان جديد فتبهذلت، يعني من قلت لك تبهذلت حرفيا تبهذلت، صار لي 4 ايام. الاضاءة شوف هسه الاضاءة شوية تعبانة عندي، بس يعني احاول اعدلها لان هاي اضاءة طبيعية. شوف هسه جو العيون شلون لون اسود بارز، يعني لون اسود طفت. اوكي شوف بعد ما مرتب السيت ابغى مرتب الاضاءة واصور لكم فيديو. شوف يعني هذا شنو كله على مود ما اسحب. اوكي هنا مثل ما تشوفوا هذه المشتركين استوى نزل واحد. اوكي هنا صورة اللوجو مال القناة، طبعا في اثنين بوكيتين الشاشة واللابتوب. قول يا ولد. اوكي يا شباب طبعا ما عليكم شعري، هاي موسخ من وراء التراب، ترى الاضاءة النظارات على مود الاضاءة. اوكي المهم يا شباب طبعا حائر شنو شرفه، فقلت خل اروح على الاجانب، اكيد هو بيه حلو مو حلو، فراح اطلع لكم المحتوى الحلو اللي بيه. اوكي المهم ما حاب اطول عليكم المقدمه، ليتس جو. اوكي طبعا تعرفون اتعاجز اروح. شنو؟ هاي شنو يا خري؟ صدق يحكي؟ شو ما ودي شو السالفه؟ حاطكم هنا على مود تنزلون لو تصعدون. والله العظيم عيب، شنو تضحك علينا انت؟ سافر. اوكي هذا عندنا المبدع الاول، هذا طبعا احسن شيء بيوم. وليه وليه يا اخي المصممين ابداع المصممين. اوكي هذا الشيء ريت. اوكي وليه يا اخي ربع ابداع، عبالك يعني بنيه. شوف ربع عبالك بنيه ضابطها كلش وربي. ترى على فكره عندنا هواي عراقيين يعني مبدعين، بس تعرفون يعني السلبيات تغطى على الايجابيات. اوكي لا 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 شايف واحد عراقي يسوي ضابطها وربي فوق وهي ضابطها ولا مونتاج دقه تصوير كل شيء شي تريد موجود. اوكي شاكم ذا. اوكي وش جيت على كل شيء لو عبالي تعال كوش بيتا بوكسيات، قلت شو السالفة طلعوا يرقصون. اوكي اوليه الضربة الأولى ما جت بيها اوليه والليل الضربة الأولى ما جت بيها. أوه لا مستحيل. والليل عبالك إيش ماكو كملت مخابرة. أوكي والليل دول جدي يتعبون بالفيديوهات كل ساعة كل شوية يروح يبدل التيشيرت يروح يبدل البلوزة ويروح يبدل كل شيء. أحا ضاع التعب يا أخي، هاي التعب تعب ساعتي. طبعا اكو واحد عراقي هم هيج ضابطها وضابطها أكثر من هذا. أوكي ما شاء الله شوف هاي المحتوى أجنبي، شوف ما شاء الله المحتوى أجنبي. شوفوا أقول لكم هذا المحتوى يا أخي. قلوا لي المحتوى الاجنبي مو حلو. اوكي هذا شنو غرقان؟ احا بالمي ولي جاذبيه، هذا ماكو جاذبيه. اوكي شنو جيسون تربط بشعر هاي؟ ايش دخلني انا؟ يا شني؟ يا اخي ربي شفت واحد عراقي نفسه مسوي وربه بالضبط نفسه ويقول لك العراقيين محتواهم مو حلو. اولي طبعا هاي الرياضه جدا حلوه، ايش يسموها تزلج تزحلق على الزليج ما المهم يا شباب ان شاء الله بعد ما اسحب عليكم ايش ان شاء الله بعد
وحاب اشكركم على 7298 مشترك. انزل حط لايك واشترك. عافية. See you. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online.